السلام عليكم، شو اخباركم؟ مساكم خير. اليوم انا بصور سديم النسر، و انا اوريدي بلشت يعني قاعد اصور فيه. هذا شوف التلسكوب امامكم، هذا التلسكوب الان قاعد يصور، صار له حدود الساعة. هذا سديم النسر يقع في كوكبة اسمها كوكبة الحية أو برج الحية. هذا وين صار برج الحية؟ هذا البرج يقع فوق برج العقرب. إذا أنت نظرت جهة الجنوب راح تلاقي نجوم على شكل العقرب اللي هو برج العقرب. هذا كوكبة الحية تصير فوق كوكبة العقرب، يعني فوق برج العقرب. وجهة الجنوب. وهذا السديم يبعد عنا 7000 سنة ضوئية. هو سديم جميل جدا يعني. وهم من السدم الجميع الفلكيين أو المصورين الفلكيين يحرصون على أن يصورون سديم النسر هذا. لكن هذا لأنه يظهر بالجنوب، يعني الحين بالنسبة لنا احنا بالكويت، لأنه يظهر بالجنوب فتصويره يعني ممتاز بشهر 5، شهر مايو 5 و6. بعدين الأشهر الجاية ينزل وخلاص ما تقدر تصوره، يعني إذا نزل ما تقدر تصوره. هو يعني أعلى شيء له تقريبا شهر 5 يرتفع مع، لأنه هو صار في قلب المجرة، فراح يرتفع بحدود الساعة 12 بالليل لغاية يعني قريب الفجر. يعني بعد شهر ونص شهرين ينزل خلاص ما تقدر تشوفه، يعني يكون تحت وتصويره صعب، خاصة أنه في إضاءة مثل العمارات والبيوت والشوارع، وهذا بعد خلاص تخليك ما تشوفه نهائيا يعني. فأفضل وقت تصوره هو هذا الشهر 5، شهر مايو وشهر يونيو، شهر 5 و6 أفضل شيء. بس بالنسبة للناس أو بالنسبة للدول اللي تقع جنوب خط الاستواء، السديم هذا يكون فوق، يعني يصير يرتفع وايد فوق، يصير مثل فوق رأسهم يعني. فسهل تصويره يعني، أفضل منه. المناطق الشمالية يمكن ما يقدروا يصورونه، المناطق الشمالية يعني مثل أوروبا ما تقدر تصوره، يعني صعب عليها لأنه هو صاير بالجنوب، فما يبين عندهم إلا فترة نادرة جدا يعني، ويكون تحت تصويره يكون يعني سيء بالنسبة لهم. فإحنا موقعنا لا بأس فيه، جيد، لكن الجنوبيين هم الأفضل يعني بالتصوير السديم هذا. هذا هو سديم النسر، شايفينه؟ ويعمل عليه زوم شوي. طبعا انا الحين قاعد اصور السديم، متلاحظين انا قاعد اصور الحين 30 صورة، كل صورة مدتها 30 صورة، كل صورة 60 ثانية يعني دقيقة يعني، على الفلتر الـ H-Alpha. تعرفون هذا الـ H-Alpha. السديم واضح يعني ما شاء الله، السديم واضح. هذا هو اليوم الثاني لتصوير سديم النسر. بالأمس أنا صورت بالفلتر الـ H-Alpha، واليوم بصور بالفلاتر الثانية اللي هو يعني أمس كان H-Alpha، اليوم راح أصور بالO3، الأكسجين 3،
وإذا في وقت يعني راح أصور بفلتر ثالث، والباقي راح أسوي بعد بكرة. هذه تقريبا الصورة الأولى فلتر الـ O3. هذا سديم النسر أمامكم، تلاحظونه أنه مو كل الفلاتر يظهر، يعني في فلتر الـ HLF يظهر واضح، بس في فلتر الـ O3 ما يظهر واضح. لكن هي أنت تجمع معلومات وتجمع بيانات وألوان السديم بمختلف الفلاتر حتى تحصل على الألوان النهائية. الآن هذه الصورة، هذا فلتر الـ CLS، هذه شوف السديم شلون. الحين باقي عندي فلترين، فلتر الـ UHC والـ IR. خلينا نشوف بعد الأوتو جايدر. الأوتو جايدر اليوم عندي ممتاز، أنا والله في هواء بس إنه شوف الخط البياني ماله ممتاز. شايفين هذه النجوم كلها بالزاوية، هذه بالدائرة، يعني التتبع ممتاز عندي اليوم. الآن بعد ما انتهينا من التصوير، أنا صورنا اليوم بالفلاتر الأربعة اللي هو الـ LRGB. الآن نبدأ بفلتر الـ HLF اللي هو هذا فلتر الـ HLF. هذا هو عبارة عن 35 صورة، طبعا راح نختار اوتو ستارت ماتشنج، وراح نختار ميديان 16 بت ونضغط جو. طبعا هذا فلتر من الفلاتر الاربعة اللي احنا استعملناها، من عملية التصوير كانت لمدة يومين، يوم استعملت الـ HLF واليوم الثاني استعملت الفلاتر الثانية. والهدف من هذا كله ان احنا نجمع الالوان حتى تطلع صورة ملونة بالآخر. فهذا الآن بعد ما ننتهي من هذه العملية نعمل لها نفس الطريقة حق الفلتر الثاني والثالث والرابع، بعدين نجمع الألوان حتى نطلع على الصورة النهائية. هذا الآن عندي فلتر HLF، هذا هو السديم النسر، لاحظونه. خلينا بس نعدل الصورة شوي. مثل ما انتم شايفين يعني هذا هو السديم، هذا سديم النسر. هذا انتم شايفين هذا هو السديم النسر، وهذا كله عبارة عن غاز وغبار كوني. واحنا الحين راح نعمل نفس العملية هذه للفلاتر الثانية، وبعدها راح ارجع لكم حتى نجمع الالوان، نجمع هالفلاتر كلها ونحصل على اللون النهائي. الان هذا عندنا احنا الفلاتر الاربعة، هذا الـ L والـ R والـ G والـ B. الان هذه الفلاتر الاربعة اللي صورناها. الان راح نجمع هذه الفلاتر، راح نضغط على Color، نقول لك كومباين كلر، راح نختار الـ RGB، ونبدأ نوزع هذا الـ L والـ R والـ G والـ B. هذه الآن الفلاتر الأربعة. الآن هذه هي الصورة ملونة حق السديم، بس طبعا يبي لها شوي ستريتش. الآن هذا هو السديم مثل ما انتم شايفينه موجود في الوسط.
طبعا هاي الصورة يبيلها بعض الفلاتر وبعض الإعدادات حتى تطلع بالصورة النهائية، بس هي هذه الفكرة شلون تعمل صورة ملونة بالفلاتر بالتصوير الفلكي.